السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنزل لكم شرح برنامج بيكس ارت كامل، ويلا بينا نبدأ. ودلوقتي يلا بينا ندخل على البرنامج وهندسنا. طبعا الصفحة دي هي دي اللي هتظهر لنا اول ما بنفتح البرنامج. احنا مش هنحتاج اي حاجة من دول، هنحتاج اللي في النص بس. هنختار الصورة اللي احنا عايزينها، وليكن مثلا الصورة دي. هندوس، هنختار بقى ايه لو المربع ده. طبعا اول حاجة دي للقص، لو احنا مثلا عايزين نقص الصورة حتى مش عاجبانا او كده، دي حاجة. الحاجة التانية ندخل مثلا لو احنا عايزين نعمل تأثيرات للصورة، ندوس هنا. دي بنحدد مثلا الحتة اللي احنا عايزين نعملها تأثير، وبعد كده ندوس فوق تعمل لنا بصوا المنظر زي ما انتوا شايفين. واحنا اللي بنحركها ونحدد زي ما احنا عايزين بالظبط. احنا اللي بنختار، وبعد كده بندوس هنا نشوف مثلا احنا عايزين نخلي شكلها كبير، عايزين نخلي شكلها صغير عادي، عايزين بقى نخليها قدام يمين شمال عادي بقى، احنا نخفيها ونحددها وكده. وانا ده اضافة فلاتر الحاجات دي، المهم يعني ده ملناش علاقة اي علاقة بيه. ونرجع عشان اوريكم بقية البصر. هندوس هنا، دي لو احنا مثلا عايزين نحدد حاجة نعيدها تاني من الاول. مثلا احنا عايزين مثلا نخلي البحر ده يبقى اوطى شوية، ده بتتعاد بس بتبقى صورة تانية خالص. يعني احنا بدل ما الصورة موجودة هنا ممكن نخليها تحت شوية. فدي حاجة حلوة يعني من برنامج بيكس ارت، وهو اصلا برنامج مش بيخليك محتاج اي حاجة. ندوس، دي خيارات كتير. بعد كده هندوس هنا كده. طب ده لو احنا عايزين نمسح حاجة تلقائي، بص مثلا عايزين نمسح الحتة دي، بص هندوس ريموف. بص شايفين الفرق، بص الفرق. عايزين مثلا نمسح، بس دي لما تمسح لكن دي صعبة. هنا لو عايزين مثلا ايه بقى نكبر في حاجة، نعمل دوامات، نعمل دوامة كده اي حاجة. عايزين نعمل مثلا دوامات في اي حتة. عايزين مثلا ايه نعمل بعد ابعاد. عايزين بقى نكبر حاجة، مثلا نكبر لو عايزين مثلا نضخم الدراع. شايفين بس بنضخم، حلوة جدا دي. بتهيألي للناس اللي عايزة تعمل فوتوشوب تضخم بقى مثلا دراعها أو حاجة، تعمل عضلات أو حاجة، فاهمين يعني. حاجة كويسة دي من ضمن مميزات البرنامج بيكس ارت، وحلوة وجديدة دي. مش ناس كتير أوي مكانتش تعرف تضخم جسمك بقى، تضخم نفسك، اعمل اللي انت عايزه. شايفين بس ما شاء الله. حلوة جدا والله، يعني من المميزات الكويسة اللي في برنامج بيكسار. لو عايزين بقى مثلا نرجع كل حاجة زي ما كانت، بندوس هنا وشايفين في الزرار بترجع كل حاجة زي ما كانت بالظبط. دراعي الصغر تاني. كل حاجة رجعت زي ما كانت. مثلا هنخش بقى ايه الحاجة التالتة، طبعا دي مش عايزينها، هنحتاج دي طبعا. دي بقى لو احنا ايه عايزين مثلا نحدد حتة معينة، عايزين بقى نحط لها فلتر مثلا. الحتة دي بس اللي احنا عايزين نحط لها فلتر، شايفين تحط لها فلتر الحتة اللي احنا حددناها بس، وما بيتحطش للباقي. عايزين بقى نحدد بايدينا اهي مثلا، عايزين نحدد حتة معينة كمان، نحط لها فلتر بتضاف برضه. شايفين دي اللي عايزين يعملوا فلتر الوشوش والحاجات الحزينة. هندخل على دي، دي بنظبط بيها ألوان الصورة وإضاءتها. هنختار بس اللون مع الأحمر، هو دول التلات ألوان الرئيسيين، الأحمر والأخضر والأزرق، دول الألوان اللي احنا بنحتاجهم بالظبط. دي حاجة برضو يعني بتفيدنا بس مش في كل حاجة. هندخل على الإضاءة، دي بتحدد بين الإضاءة بتاعة الصورة وكده، التباين بتاعها.
ده بتاعت الجولد، بس دي مش هنحتاجها قوي غير للي مشتركين في الجولد في بيكسار. هندخل هنا ظبط الالوان بتاعت الصورة، ازاي نظبط الوانها وازاي نظبط اضاءتها وكل حاجة، تظبط الوان، تظبط تباعد، حدة، الحرارة بتاعت الصورة عادي. دي بقى بنعمل تمويه منها للحاجات اللي ورانا اللي عايزين يعملوا، خلي الصورة زي السيشن بالظبط. نخليها كده، نروح مصغرين مصغرين على الاخر، على الاخر خالص، ونروح مثلا دايسين كده. بعد كده ديسبيرسون، شايفين زي كده، نروح راجعين مقللين شوية، بقت زي السيشن بالظبط، بس طبعا بتبقى على اوضح شوية، بس انا عشان بوريكم هنا. دي بنحدد حجم الصورة في التليفون قد ايه، احنا مثلا احنا اللي بنحدد مثلا نخليها 38 كده. نخش هنا لو عايزين نضيف فلاتر، نضيف مثلا تأثيرات، عندنا تأثيرات، في تأثيرات وفلاتر كتير جدا. برنامج مش مخليك محتاج اي برامج تانية للفوتوشوب بأمان، برنامج بيعمل لك كل حاجة. شايفين فلاتر كتير جدا، ودي تأثيرات، حاجة كويسة يعني. هنا بقى ندخل على تجميل الوش، دي بقى بنجمل بيها الوشوش خالص، يعني عرضها، طولها، اي حاجة، اي حاجة في الوش، عيون، عايزين نضيف عيون مثلا من هنا، نعمل عيون زرقاء. طبعا انا عشان هنا العيون مش باينة فمش هتبان عندكم، انتوا بتضيفوا العيون وبتختاروا الوان. هنرجع من السنة هنا الحتة دي، ندوس زي ما احنا، دي تحدد لنا مثلا ايه، تحدد لنا المنظر بتاعنا احنا بس، الشكل اسمنا احنا بس، ونضيف لها مثلا خلفية بيضة سودة، ممكن نضيف لها خلفية الوان زي كده، نضيف لها اشكال زي كده يعني. دي برضه حاجة كويسة، دي بقى بنحدد لها العرض بتاعها، طولها كده، مثلا خلفية انستا، فيسبوك، تويتر، بيكس ارت، حاجة اللي احنا عايزينها، مش حرمنا من حاجة. لو عايزين نمسح فيندوز كده نمسح الخلفية اللي ورانا زي الفل، احلى حاجة. دي بقى هنخش هنا اضافة ستيكر، ستيكر ده لو احنا مثلا عايزين نضيف لها ستيكر زي كده، حاجة زي كده مثلا، لو هي مغطية على وشنا ممكن نعمل لها الشفافية نقلل شوية، نقللها من هنا، نقلل كده، ممكن نخليها بالمنظر ده عشان تبقى أشيك وأبيض. نضيف لها الألوان بقى، نعلي الحرارة، اللون، الشكل، براحتنا. برنامج فعلا والله العظيم يعني برنس اللي عمله. بعد كده هندوس هنا، لو احنا بقى عايزين نقطع مثلا حتة، احنا مش عايزين نشتغل غير على الحتة دي بس، بنحددها زي ما انتوا شايفين، و بعد كده ندوس علامة صح، الحتة اللي احنا حددناها هي دي اللي احنا هنشتغل عليها بس، حاجة حلوة جدا. دي بقى ممكن نحدد المكان ده برضو عادي، نحدد لنا مثلا اللي احنا عايزين، نحدد اي حاجة والله كويس. ممكن نحدد مثلا بأشكال، مربعات، مثلث، دايرة، قلب، أي حاجة عادي. دي لو دوسنا صح هيجيب لنا وشنا بس نشتغل عليه. ده بقى يعني ده لو عجبنا مثلا فلتر من بره أو حاجة، بنروح دايسين زي ده مثلا، يروح عاملها لنا، واحنا نروح دايسين ورا خلفية، الخلفية اللي احنا عايزينها كده مثلا، حاجة زي كده والله، حاجة جميلة، حاجة كويسة جدا من مميزات برنامج بيكس ارت. دي لو عايزين نعمل كارت هدية او حاجة فده بيعمل لنا اللي احنا عايزينه. ندخل على كتابة نص، لو احنا مثلا عايزين نكتب اي حاجة مثلا، وليكن مثلا اي حاجة، يعني نكتب مثلا حصر، نكتب حصر، او مثلا ده عايزين نغير مثلا اللغة، عايزين نغير الشكل،
نحدد العرض بتاعها، نخليها مثلا بالطول تبقى زي بالمنظر ده، حلوة جدا برضه. مثلا عايزين نغير لها شكلها، ستايل بتاع الكتابة كده من هنا. هنا عايزين نغير اللون، عايزين نغير الخلفية، عايزين مثلا نضيف لها ظل من هنا، الظل بتاعها من الطول والعرض، وتبقى عايزين طولها طويلة أو عرضها واسع جدا فوق. لو عايزين بقى مثلا ايه نضيف لها، نخليها تبقى ثابتة في الصورة دي، ده إضافة دي. لو عايزين مثلا نخليها مكورة، ندورها شوية تبقى بالمنظر ده زي الدعاية الإعلانات كده. عايز نمسحها صح؟ هنا لو عايزين بقى نضيف لنا صورة مثلا، عندنا ملحقات وعايزين نضيفها، مثلا عندك ورا الصورة دي حاجة زي كده، عايزين نضيفها كده بس بلاش يعني، عشان دي ممكن دي لإضافة الملحقات بس، يعني بمجرد ما تدوسوا هنا بس اختفت الصورة ولا استفدنا بأي حاجة. هنا لو عايزين نعمل بقى مثلا ايه خلفية اللي ورا الصورة، مثلا زي ألوان زي كده حاجة كويسة، وممكن الأبيض ده زي الترندات اللي طالعة كده، ممكن نضيف لها خلفية زي دي. سايب لنا اي حاجة، مش مخلينا محتاجين اي برنامج من بره. وده الظل مثلا عايزين نغير شكل الظل، عايزين نخليه فوق تحت عمودي فوق اي لون. الظل حلو جديد دي، لون الظل برنامج فيه كل المميزات اللي انت محتاجها. لو عايزين نضيف بقى نجوم وقلوب والحاجات دي برضه مش معايا، خلي بص حلوة جدا. عايزين نضيف قلوب، عندنا كل الاختيارات اللي تساعدنا وتخلينا نعمل صورة خرافية جديدة. عايزين نمسح ويندوز هنا ونمسح وعلى طول سهلة. هنا بقى لو عايزين نعمل لها مثلا إطار، عايزين نعمل إطار للصورة حاجة كويسة زي كده، جميل جدا. وفكرة عملية وحلوة جدا تستاهل بقى. عايزين نضيف لها تأثير، تأثير من التأثيرات دي، واحنا عندنا تأثيرات كتير جدا جدا في البرنامج، تأثيرات زي كده حاجات كويسة جدا. في حاجات بتبقى جولد وفي حاجات بتبقى عادي، تأثيرات حلوة كويسة جدا. دي بقى حاجة حلوة جدا جدا جدا، يعني مثلا لو عايزين نكتب عليها او نضيف لها لون للصورة، ندوس هنا نعليها على الاخر، نروح عاملين خط نغير، نختار اللون ده ونروح عاملين خط. مثلا احنا بقى مش عارفين نغير، نحرك الخط مش عايز يتحرك معانا، نروح دايسين هنا، جايبين الثلاث نقط دول، اول اختيار فوق شايفين بدأ يتحرك معانا وزي فل، زي حاجة جميلة جدا. مثلا نخليها بالمنظر ده، عايزين نعمل لها إضافة، بنروح نازلين على السهم اللي تحت ده وندوس أوفر. شايفين ده بالمنظر ده، من المميزات الحلوة جدا في الأنيمال إكسبرس. لو عايزين نضيف صورة كده، عايزين نضيف صورة شايفين، هنا بقى بنمسح عادي نلون كده. فدي من المميزات دي، بنختار اشكال وكده بس، ده اللون اللي احنا محتاجينه. هنا بقى بنختار لو عايزين نضيف مثلا اضاءة زي دي، اضاءة من الاضاءات اللي ورا، ودي دي دايما بتبقى للصور اللي مش زي دي، بتبقى مثلا الصور اللي وراك عربيات او وراك مثلا مولات حاجات زي كده. بقى دي حاجة كويسة جدا، دي بقى حاجة حلوة جدا. انت هنا تضيف اشكال، تضيف مثلا صورة
اشوفها من فين من هنا كده دي مثلا على الصورة دي اضيفها كده بالظبط خليها كده ونروح مثلا لحد فين لحد الاخر شايفين طبعا المنظر ده How can I feel the joy of being with you How can I chase the pain away for good Well this is calling me Holy snow I bring some mistletoe with me Christmas is waiting for you It'll never start without you Never start without you Christmas is all about you I see everywhere around The fairies of December You I see everywhere around The fairies of December You Can you feel the joy When Santa Claus has come to town your list to hit up for good hurry down the chimney tonight I wait impatiently for you my Santa baby I really do believe in you Christmas is waiting for you It'll never start without you, never start without you Christmas is all about you I see everywhere around the fairies of December